الفكرة يمكن لما أبرمناها في 2018 مع فكرة الاستادات، إن إحنا قلنا في استادات مصر على مدى ال 27 محافظة إن إحنا عايزين نطورها. الحقيقة بدأت الفكرة إن إحنا ينشأ ما بيننا وما بين أحد طبعًا الجهاز الوطني لإخراج شركة وطنية إن هي تعمر وتنمي بحقوق مختلفة في مديول اقتصادي جديد، إن هي تطور تلك الاستادات. وبالفعل أصبح هناك في كل محافظة تنمية رياضية من خلال تحويل الاستادات إلى خدمة مجتمعية متكاملة. من حوالي 20 سنة كده كنت بروح على استاد بنها الرياضي، وكنت في مرحلة إعدادي تقريبا. في أجازة الصيف بلعب سباحة، بلعب قوة، بلعب كورة في مدرسة الكورة هناك باشتراك رمزي من حوالي 17 أو 18 جنيه في الشهر تقريبا، كان حاجة بسيطة.